السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نكمل مجالس اللي كنا بدأناها في أصول الانحراف. وتكلمنا إن الله سبحانه وتعالى يعني كما نكرر دائما وأبدا لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فاختلفوا، فحصل اختلاف. فلما حصل الاختلاف أراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة أخرى إلى التوحيد، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. فإذا بيحدث دائما انحرافات، يعني بيحدث انحرافات من البشر. كان كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أظن الحديث في البخاري، كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي آخر. فبني إسرائيل كان على طول بيحدث لهم انحرافات، فيرسل الله سبحانه وتعالى نبي ليعيدهم مرة أخرى إلى الطريق. فالإنسان كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة فاجتالتهم الشياطين، فبيحدث انحرافات من البشر. أسباب هذه الانحرافات والأبواب اللي على جنبتي الطريق كثيرة جدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. وفي السوران، وفي السورين، في هذين السورين أبواب مفتحة، وفيها أي في الأسوار أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. فكلما أراد أن يرفع الستارة ناداه مناد: ويحك إنك إن تفتحه تلج. ومناد على في منتصف الطريق: أيها الناس سيروا ولا تعوجوا. فالشاهد أن كمية الأبواب الجانبية كثير. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، تتبعوا لا مش السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى إذن في سبل متعددة كثيرة، لذلك دائما في القرآن يأتي النور مفرد، تأتي الظلمات جمع. ليه؟ لأن مسالك الشيطان وأبواب الانحراف كثيرة جدا. فطبعا احنا يستحيل ان احنا نلم بكل أسباب الانحراف اللي يعني بتكون سبب الانحراف البشري. فحاولنا من خلال النظر في الوحي ان احنا نجمع أصول الانحراف، عشان كده اسمها أصول الانحراف، مش كل أسباب الانحراف. وفي جهود كثيرة يعني ذكرتها في اللي حاولوا يستقصوا أسباب الانحراف. فاحنا اتكلمنا عن السبب، يعني الاول المحاضره الاولى كانت استعاده الثقه في الوحي، ان احنا يعني ده ودي من اهم المحاضرات حتى لو هي مش في صلب الموضوع، ان بعد كده ده دوركم ودور المتدبر في كتاب الله انه ينظر في الوحي وينظر كيف ضلت الامم السابقه بحيث ان هو يحترز من ذلك. وذكرنا في المحاضره الاولى كيف يستخرج الانسان من الوحي اسباب الانحراف. المحاضره الثانيه كانت عن حد فاكر؟ بل يريد الإنسان أن يرجع. دي كانت التالتة مش التانية. لن نؤمن لك حتى نرى. كلمنا عن النظرة المادية ونسيان الدار الآخرة وتبعات هذه النظرة، لن نؤمن لك حتى نرى. وبعد كده تكلمنا عن الوازع والدافع الحقيقي المختبئ وراء كثير من الشبهات، وهو إرادة الفجور. دي كانت المحاضرة الثالثة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة في أصول الانحراف تكون بعنوان: وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. ونختم بالمحاضرة الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى، هتكون عن الذين يتبعون ما تشابه منه. فأسباب الانحراف اللي الواحد حاول، طبعا هي أسباب كثيرة، أنا كتبت أكثر من 15 سبب، لكن حاولنا ندمجهم بحيث أنها تكون أصول ما تبقاش سلسلة مطولة. طيب، يبقى درس النهارده ان شاء الله هو كان حق، يعني كان حق هذا الدرس حقيقه يكون الاول، لكن من الواحد بيهاب دائما الكلام عن الله سبحانه وتعالى وامر جلل، وهذا من الاسباب الرئيسيه لانحراف الناس عن الطريق، عن السير في طريق الله سبحانه وتعالى، انهم ما قدروا الله حق قدره. الخلل في التصورات عن الله سبحانه وتعالى، هذا الخلل في التصور عن الله سبحانه وتعالى أدى لكثير من الانحرافات. لذلك القاعدة اللي هقولها دي، يعني ممكن لو دي نطلع بيها من درس، يعني قلت أقولها قبل ما تناموا، أنا كل مرة بقول الخلاصة في الآخر، فأنا قلت أقولها في الأول
بحيث ان اللي عايز ياخد القاعده دي ويمشي مفيش مشكله. ان طريقه القران في الحديث وفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى هذه الطريقه بتحل كثيرا من الشبهات. تاني، طريقه القران في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يعني العرب قبل نزول الوحي كان عندهم بعض التصورات عن الله سبحانه وتعالى، ما كانوش ملحدين صرف، يعني ما كانش بيقول ما فيش إله، لا بالعكس، لما كانوا بيسألوا في أكثر من آية في القرآن من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن هذا التصور كان مشوه أدى إلى انحرافات كثيرة، أدى إلى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أدى إلى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومهلكنا إلا الدهر، أدى إلى عند غيرهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أدى إلى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أدى إلى انحرافات، أدى إلى قولهم يد الله مغلولة، أدى إلى قولهم المسيح هو الله، أدى إلى قولهم المسيح هو ابن الله، أدى إلى تصورات في الأرض كثيرة مغلوطة. فالقرآن جاء ليعدل وليصحح كل هذه التصورات عن الله سبحانه وتعالى. فإذا تلقى الإنسان التصورات القرآنية والنبوية عن الله سبحانه وتعالى استقام له الطريق. وزي ما نشوف إن شاء الله إن في محاور كثيرة من الشبهات من اللي بتلقى على الشباب أو الشباب بيسألها في تكون سبب من الإلحاد، هي بسبب التصور الخاطئ والمفهوم الخاطئ عن الربوبية والألوهية. فإحنا عايزين نقول النهاردة إن القرآن، ودايما قلت لما أقول الوحي بيعني القرآن والسنة وفهم السلف، فأنا مجازا أو اختصارا بقول القرآن. الوحي أو القرآن قدم لنا تصورا عن، ركزوا معايا في هذه الثلاثية، قدم لنا تصورا عن الله سبحانه وتعالى وعن الإنسان وعن العلاقة بينهما اللي هي علاقة العبودية. يبقى القرآن قدم لنا تصورا عن الله مكتملا كاملا، وهذا من أهم خصائص الوحي، ولقد جاء الوحي خصيصا لقضايا هامة من أهمها هذا. وده بيرد على إشكال كبير في نقاشات في الكتب الكلامية إن الوحي ليس كافيا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان بيحتاج إلى مصادر أخرى وإلى فلسفات وإلى عقول للكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. لا بالعكس، الوحي جاء كافيا في هذا الأمر. والاعتماد الرئيسي في تصور السلف عن الله سبحانه وتعالى وفي القرآن والسنة وكلام الصحابة اللي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن والوحي قدم لنا تصورا عن الله وعن الإنسان، من هو الإنسان، ما هو الإنسان، ما هي وظيفته، وعن العلاقة بينهما اللي هي علاقة العبودية. أي خلل في التصور عن الله أو عن الإنسان أو عن هذه العلاقة بيحدث الانحرافات، يعني في خلل في التصور عن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اللي يقرأ، ولا أريدك أن تقرأ، اللي يقرأ في التصورات الفلسفية أو التصورات الكلامية عن الله يتعجب. مش فاكر أنا اتكلمت عن ده في درس المعرفة القرآنية تقريبا، يعني تصورات باردة باهتة وأشبه بالمعادلات التي تحتمل الصواب وتحتمل الحدوث والإمكان ونقاشات، ليس المجال هنا نقد هذه البراهين أو النقاش فيها، ده قصة طويلة مش بابنا ده يعني. لكن يعني مثلا من الكتب كتاب اسمه المفاهيم الغربية عن الله، كتاب مختصر وفي من كتب أكبر منه، اللي يقرأ في كتاب زي ده، ولا أريدك أن تقرأ فيه يعني، أو أي كتاب كلامي آخر ده فلسفي يعني، بيتحجب. هم إزاي كانوا شايفين ربنا كده؟ يعني تصوراتهم عن ربنا تصورات باردة لا ينتج عنها علاقة العبودية. وهي دي مشكلة الطريقة الكلامية في إثبات الله، إن هي مش بينتج عنها عبادة. القرآن مش كده، ويعني كان في نوع من التفصيل شوية في درس مميزات الخطاب القرآني، وده من أهم الدروس اللي أرجو أن أنتوا تسمعوه، مميزات الخطاب القرآني، لأن تكملة اسم الدرس وطريقته في تقرير العقائد. القرآن لما كان بيصب العقائد في قلوب الناس كان مختلف تماما عن أي كتاب آخر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطريقة القرآن مختلفة، طريقة القرآن بتصنع إذا تلقى الإنسان الوحي ولم يشحد، بتصنع إنسان عابد بمعنى العبودية الواسع، مش عابد يعني بيصلي، تصنع عبد. الطريقة الثانية ممكن ذهنيا يؤمن بوجود
قوة خارقة أو إله له مواصفات باردة قد يكون موجودا، ويدخل في نقاشات وبراهين وهي ما بتحركش الإنسان للعبادة، ما بتطلعش قيمة الإنسان. لذلك زي المشركين، ما هو كان يقولك ربنا موجود، وزي كثير من الفلاسفة يقولك يعني في حاجة، في something، يعني في إله أيا كان هنسميه، إله أو محرك الأول أو مش عارف يعني بتعبيراتهم، لكن هو ما أداش للعبادة، لم يبحث عن تشريع. لذلك الوقت الموضة الجديدة أن الإلحاد لما تهزم في مناظرات كتير وصدمات كتير، بدأ في يعني حالة من الانزياح بعيدا عن الإلحاد إلى منطقة تانية، منطقة اللا أدرية، لا أدري. وبعدين بدأ برضو منطقة اللي قادر دي انه لازم ياخد موقف، بدأ يقول لك خلاص في رب وخلاص، اللي هو الربوبي، في رب، لكن ما فيش الرب ده يعني، لان هو محتاج يثبت ان في اله خلق الكون. الكون ده جه ازاي؟ يقول لك في رب بدأ لنا الخلق، واحنا بقى خلاص نعمل اللي احنا عايزينه، لانه عنده مشكلة في نقطة البداية والاعجاز الرهيب اللي في الكون، فيؤمن بوجود اله لكن ما فيش علاقة بينه وبينه. هو ده التصور المنحرف اللي بيخلي كتير، وده إن شاء الله نكمله في الدرس الخامس من أصول الانحراف في مسألة الوحي والتصور الخاطئ عن الوحي، إن خلى كتير من الناس ظاهريا يتكلم إن في إله. أنت تتصور من أخلاقه ومن حياته بالفجور اللي هو فيه، إيه ده ما بيقولش وجود ربنا، لا أنا بؤمن. طب إيه تصوراتك عن الإله في قمة الانحراف؟ زي التصورات الباردة اللي موجودة في الكتب دي. فالتصور الخاطئ عن الإله والتصور الخاطئ عن الإنسان، ما هو الإنسان، ما هي وظيفته، والتصور الخاطئ عن العلاقة اللي اختصارا هنسميها العبودية، لأن الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون موحدا. هذا التوحيد مش مجرد توحيد أن يقول الله إله، لا لا، عشان كده يقولوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ودي هنتكلم عنها في المفهوم الخطأ في العبادة، أن العبادة لا تقدم إلا لله. يعني ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا؟ يعني ايه اربابا؟ طب هم، ولذلك عدي بن حاتم مستغرب، احنا ما كناش بنعبدهم، ما هو ده خلل في مفهوم العباده، والخلل ده من اسباب الخلل في تصور العباده، هو اللي خلى الناس تستغيث بالاموات في القبور فيما لا يقدر عليه الا الله، يقول لك ده عادي، انه ده خلل في تصور العباده. لذلك لما العلماء حاولوا يردوا عليهم كان اهم الردود هو تصحيح مفهوم العبادة. إن شاء الله في آخر الدرس لو نسيت بس حد يذكرني الكتب اللي صححت لما جت ترد على الاستغاثة الشركية دي، ردت من خلال إيه؟ من خلال تصحيح مفهوم ما هي العبادة، مفهوم العبادة. لذلك لما نيجي نشوف إيه بقى التصورات، ملخص التصورات الخاطئة عن الله سبحانه وتعالى، أولا تصور مشوه. لو جينا نشوف طريقة القرآن في الكلام عن الله سبحانه، يعني عايزك طبعا مستحيل الدرس ده نتكلم عن طريقة القرآن في الحديث عن الله، ده سلسلة، لكن عايزك لوحدك كده وتكون مدي وقت فاضي تماما، وقت فاضي مش بس وقت وقتيا، لا نفسيا، مش مشغول بحاجة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، زي ما قلنا الأثر مروى عن ابن عباس وعن مجاهد، لا يحدث نفسه بغير القرآن. من أهم وسائل تدبر القرآن مش التفريغ الوقتي فقط، لا التفريغ النفسي. عايزك تسمع قارئ بتحبه سورة، مثلا سورة الأنعام بدون انقطاع، تسمعها على بعضها، تسمع مثلا مشاري الأنعام القديمة لما كان مشاري الأخ مشاري قبل ما يبقى الشيخ مشاري، وتسمع أو سورة فاطر مثلا للحصري، أي قارئ أنت بتحبه تسمع، بس تسمع ساعة السورة اللي تكلمت عن الله، وشوف القرآن بيتكلم ازاي عن ربنا. يعني شوف القرآن لما بيكلمك عن ربنا بيكلمك ازاي، وكمية قل المهولة أكثر من 40 قل في سورة الأنعام، والكلام عن الله المبهر في سورة فاطر، أو الصور اللي بدأت بالثناء عموما، الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر والكهف، صور الثناء اللي بدأت بالحمد لله. شوف كيف تثني هذه الصور على الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول، شوف الـ يعني المقصد الأساسي من نزول الوحي ممكن نأخذه من آية، لو أنزلنا هذا القرآن اللي معاكم على جبل، أنا عايزك تخيل مشهد كده، القرآن نزل على جبل لرأيته، مش مجازا، لرأيته أي الجبل، الجبل الصلب الغليظ الحجارة، لرأيته خاشعا متصدعا، ليه؟
يعني القرآن عمل فيه إيه؟ إيه المعنى اللي القرآن غرسه في الجبل خلى الحجار تتشقق؟ إيه اللي حصل؟ من خشية الله. ده معنى محوري. القرآن اللي بيخرج منه من غير خشية الله ده مشكلة. ده الكلام عنه في اللي هو في التدين المعرفي، هو مجرد معارف ونقاشات باهتة، مش ده الغرض الأساسي للقرآن. كاد قلبي أن يطير، أهو ده خرج من سورة الطور صح، جبير بن مطعم، فأسلم. فده من آثار القرآن الحقيقية في الإنسان، وكده بيتلقى القرآن حقيقة. وإنك لا تلقى القرآن، ده تلقي حقيقي للقرآن، لذلك كانوا يخافوا يسمعوا القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، خايف من تأثير القرآن. كانت الناس بتتقصف على دار لما صلى في فناء دارها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان في خطبة بعنوان لماذا لا يؤثر فينا القرآن، ليه القرآن ما بيأثرش فينا؟ ازاي المشركين كانوا خايفين ان القرآن يقرأ على الناس واحنا عادي بنسمعه مش حاسين بأي تأثر؟ فطريقة القرآن في الحديث عن الله مختلفة، بتخاطب، وده اتكلمت عنه في مميزات الخطاب القرآني، بتخاطب مفاصل الضعف. هي الآيات عارفة هي رايحه فين، في مناطق جواك لما بتتلمس انت بيحدث جواك تغيير. يعني احيانا اقول لك، انا مثلا في السينما والحاجات دي ما بيحبوا يأثروا ويجيبوا مشهد مؤثر، انت بتتفرج وانت عارف ان تمثيله بتعيط، يعني انت مش قادر تملك الدموع. انت ممكن وانت بتعيط حد يقول لك على فكره ده البطل ما ماتش، ده الممثل هيقوم، ده هو الموتة دي خد فيها على قفاك كميه فلوس مش طبيعيه، انت لكن انا عارف. بس هو المشهد ده استثار مشاعر معينه بداخلي. اهو القران تقشعر، بيوصل لاماكن معينه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. يعني القران اللي يتلقى صح بيحدث تغيير. ما دراسات بقى كتير وافكار كتير ماذا يفعل القران، لذلك انا مش فاكر برضو درس ايه، اللي بيسيب نفسه مع القران بيتغير ممكن ما يعرفش ايه اللي حصل. يعني لما تحافظ على وردك او قيام الليل شهر انت هتلاقيك بتتغير، بقيت احسن. ازاي؟ انت ممكن ما تعرفش. في ناس ممكن تفكر يعني الصوره دي غيرت فيا كذا، انا حسيت ان انا المعاني اللي كان الخوف على الرزق، التعلق بالدنيا بدات تتغير، ايا كان في تغيرات. اللي هيحافظ على قيام الليل صح مثلا ساعه يوميا، بيصلي قيام ليل بخشوع ومركز، هيفاجئ انه بيتغير. هو مش ممكن مش واخد باله ايه اسباب، يعني مش قادر يحسبها، انا واحد صوره كذا عملت فيها كذا، لا هو اتغير. فاذا طريقه القران مختلفه في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، طبعا مختلفه في كل شيء ولا سيما في المقصد الرئيسي. لما قل هو الله احد، الله الصمد، تعريف بسيط واضح موجه. الله الصمد، دخول بقى النقاشات الكلامية والفلسفية دي كانت بتفسد جلال النص القرآني. وزي ما هنشير ان شاء الله لدرس ان احنا في كتير من الآيات افسدناها بالنقاشات في درس القرآن والأسئلة الخاطئة. في أسئلة خاطئة صرفت نزول الآيات في موقعها، يعني التي نزلت لأجل. طيب يبقى احنا قلنا ان طريقة القرآن مختلفة، ادي لنفسك مساحة، وانت عايز تعرف انا قصدي ايه، ادي لنفسك مساحة انت تجرب وركز، شوف القرآن بيكلمك ازاي. من الكتب الجميلة في ده كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن، دكتور مجد الهلالي، كتاب بسيط خالص مبتدئ بيحاول يبني الإيمان جواك من خلال القرآن. وكان الدكتور مجدي عايز يجيب اكتر من معنى. الجميل اللي في الكتاب انه ما استوعبش كتير من معاني، كان مركز على الاسماء الحسنى اكتر، يعني هو حاول يجيب معاني اخرى بس ركز على الاسماء الحسنى اكتر. فازاي القران بيكلمك عن الله الرحيم، عن الله الحكيم، انت بعد كده بقى كمل، القهار سبحانه وتعالى، الملك القدوس. زيك لما جت ايه من خشيه الله، خاشع المتصدم من خشيه الله، شوف القران بقى بيقول لك من هو الله، هو. وشوف بقى الأسماء الحسنى المتتالية اللي جت في آخر الحشر، ولما تربطها بأول آية أو الآية بعد التسبيح سبح الله، بعد كده هو سبحانه وتعالى الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو سبحانه وتعالى. من أوصاف هذا الإله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء اللي ما ظنوا أن يخرجوا، من أوصافه الملك القدوس السلام المؤمن.
فالحديث القرآن عن الله مختلف تماما. لما بنيجي تكلم شخص غير مسلم أو ملحد أو عن الله بطريقة غير طريقة القرآن بتنشأ شبهات، طب وليه ربنا يعمل كده، وتصورات خاطئة عن الله، فيحدث تصور مثلا، احنا قلنا أول حاجة التصورات المشوهة عن الله ناقصة، أو يحدث مشكلة من اتنين كبار على مدار التاريخ، إما مجازا هنقول يعني اختصارا أنسنت الإله أو تأليه الإنسان. أنسنت الإله إنه يبدأ يعامل ربنا كبشر، وده كان أكتر عند اليهود، ذلك كانوا يتكلموا عن ربنا كأنه بشر، ويد الله مغلولة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، وتصارع مع يعقوب وتعب بعد خلق السماوات، تكلم عن ربنا تعامل غريب جدا، تعامل ربنا كده ازاي؟ ومن هنا، ودي هأجلها شوية، هنا من أهم الأخطاء اللي نشأت مشكلة الشر اللي سبب كتير من المشاكل الإلحادية اللي الواحد شافها، لأنه بدأ مش فاهم يعني إيه ربنا، فبدأ يسأل رب ليه يعمل كده وليه، وبدأ أنت مش فاهم أصلا يعني إيه إله، أنت لا فاهم إله ولا إنسان ولا عبودية، فبالتالي نشأت الأسئلة، هو ليه ربنا عمل كده، هو ليه في شر، هو مش فاهم أصلا القصة اللي كانت في قمة الإيجاز والروعة بدأ بها الوحي إني جاعل في الأرض خليفة، وده من إعجاز إن القرآن يبدأ بسورة البقرة. يعني ممكن ترجعوا المقطع جميل قوي اسمه جيفري لانج وبيتكلم عن قصة إسلامه، وكان من أهم أسباب الإسلام إسلامه قراءة سورة البقرة، وبيحكي عن تصوره وكتب كتاب حتى الملائكة تسأل في تأثره به الآيات دي. فتصور أصلا الإله سبحانه وتعالى يقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت بتفهم وظيفتك، يعني بتفهم وظيفتك، فما عدتش هتبدأ تعترض، انت اصلا فاهم يعني ايه تكليف، وفاهم يعني ايه عبودية، وفاهم يعني ايه ابتلاء، وفاهم يعني ايه ليبلوكم ايكم احسن عملا، وفاهم يعني ايه ان الموت ذكر قبل الحياة، انت هتموت وهتبعث، وفاهم يعني ايه الدار الاخرة. هذه المفاهيم لما استقرت ما كانش عندهم مشكلة الشر الصحابة ولا التابعين، كانش عندهم المشكلة دي، كان بيشوف الابتلاءات والتقطيع، ولما كان يبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يفكره، فلما تذكر لب العبودية والتكليف خلاص يعرف. زيك لما تشوف كلمة ما قدر الله حق قدري هتلاقي جت في ثلاث مواطن في القرآن، سورة الأنعام مع إنكار الوحي ما أنزل الله على بشر من شيء، جت في سورة الحج مع القدرة على الخلق أن يخلقوا ذبابا، وجت في سورة الزمر مع يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. التصور ده الثلاث معاني الرئيسية دول، فهم يعني ايه ان البشر يحتاجون الى وحي، ده الدرس الجاي ان شاء الله، فهم قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، واحتياج البشرية بهذه الطريقة الى بعث الى دار اخر، فاي نقص من الثلاثة دول يعمل انحراف خلل في فهم اصلا هو احنا جايين هنا ليه، ويبدأ تساؤلات واعتراض على ربنا، ويبدأ يعترض ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن دي إن شاء الله في مسألة سوء الظن بالله. فمسألة إن كان في طائفة مالت إلى أنسنت الإله، يعني إيه أنسنت الإله؟ يعني إنه هو بدأ يصبغ على الله سبحانه وتعالى أوصاف الإنسان، فبدأ ينشأ تساؤلات كتير غلط، ليه ربنا يعمل كده؟ يقول لك من خلق الله؟ هو ده سؤال، ده السؤال خاطئ، لأن هو ولذلك يعني الكتب اللي ردت عليه كان يعني كان عليه بعض النقاشات كتاب دكتور سامي عميري، وجاب أكتر من طريقة للرد، منها إن أنت ما ينفعش تقول ما إحنا لو قلنا الله، طيب الله لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى الذي هو يخلق سبحانه لا يخلق ويطعم سبحانه وتعالى لا يطعم، فأنت لما تشيل لفظ الله وتحط من خلق الذي لا يخلق هو سؤال غلط، لأن أنت من الأول بتتعامل غلط مع ربنا. كتير من التساؤلات المنحرفة هي مش حلها أنك تقعد ترد على التساؤل، لا لا، يعني عشان كده بقوله ده سؤال الفئة الخاطئة، يعني كأنك بتقول مثلا إيه لون الطعم ده، سؤال غلط، فالحل أنك أنت هو يفهم من هو الله، ودي كانت طريقة القرآن قبل ما البشر يقعوا في الانحرافات دي، كان القرآن بيكلمهم عن ربنا، فلما سمعوا عن ربنا صح
ما عادش بيسأل التساؤلات دي. ففي طائفة مالت إلى أنسنة الإله، وده اللي خلى والعياذ بالله اليهود تفكيرهم مادي مع ربنا، قالوا يد الله مغلولة، قالوا أن ربنا تعب. القرآن نفى هذه الأمور وقال ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي بقى التصور الخاطئ عن الإنسان، فعمل تأليه الإنسان، وده النصارى، وبدأ يرفع البشر إلى مرتبة أعلى من مرتبة الإنسان اللي المفروض يظل فيها، فقالوا المسيح هو الله، قالوا المسيح ابن الله، وظهرت أفكار، ومش هما بس على فكرة، يعني دي فكرة أصلا قديمة يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يعني الفكرة دي، وفي كتب كتير اتعملت في مسألة إن دي مش أول مرة فكرة الثالوث أو حد ابن الله، وإن دي فكرة وثنية قديمة واستقرت عند النصرانية. لكن الخلاصة إن ده تفكير خاطئ، إن مثلا تظن في بشر إن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، إن بشر يشرع لك من دون الله، ده أيضا من تأليه الإنسان، إنك تظن إن إنسان يعطيك ما لا يقدر عليه البشر وما لا يكون إلا في يد الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كل الآيات دي بتفسر لك إزاي حصل انحراف في مفهوم الإنسان. فانحراف في مفهوم الله سبحانه وتعالى انحرافات كتير، أسئلة، تساؤلات كتير، تعمل شبهات، الشبهات تؤدي إلى إلحاد أو ترك الدين أو ذلك. الواحد أحيانا بيجي له أسئلة كتير في شبهات مثلا، وخاصة بقى زمن للأسف زمن الشبهات، وأحيانا بل ده كتير للأسف الواحد شافه، الشاب أو الفتاة لما يسيب نفسه أو تسيب نفسها للتعرض لشبهات كتير كتير كتير، يعني اتردم شبهات، فأصبح فقد اليقين في كل حاجة. هو بقى دماغه دي مكان التوليد شبهة، يعني بقيت تقول له الحل يطلع قصاد شبهة، فبقى هو مكان التوليد، يعني بقى ايه، بقى شغال اوتوماتيك، يعني هو تديله الإجابة يطلع شبهات، فبقيت حياته كلها عبارة عن توليد شبهات. كتير بقى الواحد لما بيسمع الأسئلة مجموعة كبيرة، يعني لو حاولنا نقسم الأسئلة، أسباب الانحراف اللي في الأسئلة دي، مثلا فهم خطأ هنا، هنا ده إرادة فجور، هنا حب شهوات، هنا رفض للتكليف، لو حاولنا نقسم الأسئلة اللي جاية لفئات معينة كده، تجد إن فئة كبيرة من الأسئلة اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى، إنه مش فاهمين معنى الإله. يعني أسئلة، وهيشير إلى كتاب دكتور سامي، كتاب جيد وحل السؤال بطريقة غريبة عن الناس ما كانت متوقعة، غير عادة كتابات دكتور سامي، اللي هو لماذا يطلب الله من البشر عبادته، لماذا يطلب الله سبحانه وتعالى من البشر عبادته. الكتاب أشبه بكتاب إيماني، واللي يقرأ حتى عناوين الكتاب، كتاب رائع في أنه هو ما استقصاش فيه، لأن حقيقة النقاش النهائي لإجابة سؤال زي ده لا يسأل عما يفهم، دي النهاية. لكن هو الإنسان بيحتاج إلى أن يفهم أن العبادة، وده بقى عشان ما نتوهش، احنا قلنا مفهوم خطأ عن الله، ومفهوم خطأ عن الإنسان، تأليه الإنسان، ومفهوم خطأ عن العلاقة. في ناس شوهت العلاقة فقالت نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني نحن أبناء، هو ما فيش نسب بين الله وبين عباده، هي العلاقة علاقة عبادة. المشكلة الرئيسية إن عدم فهم معنى خليفة وفهم دورك في الأرض وعدم فهم حقيقة العبودية. لذلك كان شيخ الإسلام حاول يقدم تصور إن الموضوع مش قضية تكاليف شاقة، بل كان بيرفض كلمة التكاليف دي، دي ما جاتش في النصوص، جات منفية، وقدم تصور ممكن يسمى قاعدة في المحبة، إن العبادة أو التكاليف دي اللي هو رفض الاسم ده احتياج للإنسان، زي ما أنت مطالب إنك تاكل وتشرب احتياجا، أنت محتاج العبادة، وده واضح جدا في كل من تخلى عن عبادة الله لازم يدور على حاجة يعبدها، ومهما بيحاول يزيل أي مقدس من حياتي شوية ويجيب مقدسات وبعدين يكفر بيها وشوية يشيلها وبعدين يرجع يجيب مقدسات أخرى، هو مش عارف يعيش من غير عبادة.
زي ما الواحد قرأ عن بعض الملحدين، طب ايه قعدوا فترة، طب احنا محتاجين حاجة تجمعنا، هنبقى كده ملحدين لوحدنا، الناس كلها عندها يوم، طب ما نعمل احنا عيد، طب ما المكان نتجمع فيه، طب ما نعمل كنيسة نتجمع في كنيسة الملحدين، طب احنا محتاجين حاجة نقولها، هنقعد نقول ايه؟ اضطر في الاخر انه يصنع منظومته اللي هو كان كفر بيها اصلا. ف شيخ الاسلام كان بيقدم تصور كامل، وده للاسف تصور عندنا يعني بيخلي اللي بيجي يقدم تصور الدين وخاصة لغير المسلم هو مش فاهم يعني ايه احتياجه هو كبشر من لحظة الخلق الاولى من طين ونفخة الروح يحتاج الى عبادة كاحتياجه او اشد احتياجا كاحتياجه للطعام والشراب، كما انه اجوف، وده كان في درس اجوف، كما انه اجوف يحتاج الى طعام وشراب فهو اجوف يحتاج الى عبادة، يحتاج الى غذاء روحي، فالعبادة احتياج. ذلك العلاقة دي علاقة خاصة من أبدع من وصف هذه العلاقة، وكتاب رائع أنصحكم بقراءته، كتاب ممتع يعني، كتاب الأركان الأربعة لأبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي له كتاب جميل اسمه الأركان الأربعة، اللي هم الأركان العملية بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يتكلم عن المعاني الإيمانية في هذه العبادات مقارنة، بيقارن العبادات دي عند الديانات السابقة، يتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج عند العبادات السابقة الأديان السابقة، وبيقارن ده بالإسلام وبيقدم التصور الإسلامي الرائع والمعاني الإيمانية اللي فيه. فلما جيت أتكلم عن الصلاة قال عشان نفهم الصلاة نحتاج أن نفهم حقيقة الصلة بين العبد وبين الرب، إيه العلاقة اللي لما بتتفهم صح تفهم مفهوم العبادة، هي إيه العلاقة بين العبد والرب؟ فبيقول لا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوقها إلا من عرف تلك الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين العبد وبين الرب، إنها صلة غريبة لا نظير لها ولا مثال، لا تقاس على أي صلة بين طرفين. يعني بتقعدش تقيسها زي الأب والابن، لا زي الأم والابن، لا زي السيد والعبد، لا زي الشريك مع صاحبه، لا زي الصديق مع صديقي، لا كل العلاقات اللي انت شايفها في الدنيا ليس هناك مثيل لعلاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى. وجاب أمثلة وقال عايز تفهم الصلة عشان تفهم ده، يعني ممكن ده يكون لب الدرس، احنا قلنا تصور خطأ عن الله، تصور خطأ عن الإنسان، تصور خطأ عن العباد. هو بيقول لك ايه بقى، احنا هو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الصلة بين الله وبين العبد اللي احنا قلنا نسميها العبودية العبادة، خلاص بيتكلم عن الصلة دي. بيقول لك انت عايز تفهم الصلة دي كويس، يعني انت عايز تفهم حقيقة الصلة بين الله وبين العبد، فانت تقول له ايه؟ قول له ايوه ولا ايه مش عايزين. عايز تفهم الصلة بين العبد وبين الرب؟ تقول اه ايوه ابو الحسن. قال لك عايز تفهمها محتاج تفهم صفات الرب وصفات الانسان، لما تفهم صفات الرب وصفات الانسان انت تلقائيا هتفهم الاحتياج. زي بالظبط الا المثل الاعلى، انت عايز تفهم العلاقه بين الطفل وبين الام، هتتكلم عن مواصفات الام والام عملت ايه ومشاعر الام، وتتكلم عن ضعف الطفل واحتياج الطفل للام، خلاص. فلما تيجي ايه على احد الاقوال في تفسيرها ان ربنا بيامرنا بعد الحج فاذكروا الله كذكركم اباءكم، قال بعض العلماء اي كذكر الاطفال للاباء، فهنا مش محتاجه شرح. يعني الآية دي على قول كذكركم أباكم أو شد ذكرى، إن الهجو بذكر الله سبحانه وتعالى بعد الحج زي ما الطفل بينادي على أبيه وأمه، دي ما كانتش محتاجة وصف لأن خلاص دي معروفة. فبيقول الصلة تابعة للصفات، الصلاة تابعة للصفات، فلو عرفنا أوصاف الرب حقيقة وعرفنا أوصاف الإنسان حقيقة هنعرف الصلة. ذلك أبو الحسن برضو له كتاب تاني كان رد فعل، يعني كان محتاج شوية اتزان شوية، كان رد فعل لطرح أبو الأعلى المودودي ومن وراه سيد قطب، عمل كتاب اسمه التفسير السياسي للإسلام. أبو الحسن ندوي اعترض عليهم في منطقة، بيقول انتوا لما جيتوا تكلموا الناس عن ربنا اتكلمتوا عن حتة واحدة، فكان تصور مش خاطئ، ناقص يعني ايه؟ يعني جزء صح ومحتاج يتكمل. فقال انتوا لما كلمتوا الناس عن ربنا كلمتوا الناس عن ربنا as a lord، يعني كملك مش as a god، ما كلمتوش عن ربنا، تكلمتوا عن منطقة معينة سيطرت عليكم اللي هي منطقة الحاكمية، لأن كان فيها نقص رهيب ولا زال.
فبقول لا كان المفروض تكملوا الصوره. وبرضو نفس الفكره استفاض فيها فريد الانصاري لانها برضو كانت رد فعل للي حصل في المغرب، محتاجه شويه اتزان منهم هما الاثنين. فالشاهد يقول الصلات تابعه للصفات، واتكلم بقى عن صفات الله سبحانه وتعالى في القران وعن الانسان. يعني عشان الوقت قعد يتكلم القرآن الذي جاء مهيمنا على هذه الكتب، وذكر من صفات الله الكريمة وأسمائه الحسنى، وذكر عن أفعاله وتصرفاته العجيبة وقوته وقدرته وصنعه وإبداعه ولطفه ورحمته وحبه ورأفته وجوده وكرمه وعفوه وصفحه وإعطائه ومنعه وضرره ونفعه وعلمه ومعرفته وقربه ودنوه وإحاطته ومعيته وقبوله واستجابته سبحانه وتعالى، ما يجعله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في الجمال والجلال والكمال، وله المثل الأعلى. أتكلم عن ربنا فأنت تفهم احتياجك. وبعد كده الإنسان، طب ده ربنا، طب الإنسان، كل ده عشان يقولك الصلة تابعة للأوصاف. طب الإنسان، قال الإنسان ده مخلوق غريب متناقض، أدق وأعمق المخلوقات صنعا، وأكثر غرابة وغموضا، وأعظم تناقضا وتضاربا. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، يحب القوة والغلبة، فقير، يحب الغنى والخير، خاضع لناموس الموت والفناء لكنه محب للخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار ولكنه ولوع بالصحة والسلامة، هلوع، جزوع، ولوع، طموح، كثير الحاجات، دقيق الرغبات، عميق الهواجس والخواطر، بعيد الآمال والنظرات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول طرف، سؤوم ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد، يزهد في الميسور الموجود، يرغب في المعدوم المفقود. قاعد يتكلم عن الإنسان من أبدع ما وصف الإنسان، وقال هذا التناقض الغريب والصراع العنيف في هذا الطموح البعيد، في الحرص والنهامة والطلب والاستزادة، في هذا سر شرفته وكرمه. ازاي انه يحقق ده؟ بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. وكان في خطبه بعنوان وخلق الانسان ضعيفا، كانت مستوحاه من هذه الفكره. وبعد كده بيتكلم ان الانسان طالما دي صفات الرب، يعني بدهيا بقى، لذلك لما كان بعض المتقدمين والعلماء يقول معرفه الله معرفه ضروريه، معرفه الله معرفه ضروريه. يعني ايه معرفه ضروريه؟ يعني شيء بيجد الإنسان في نفسه، يعني حاجة ضرورة، مش معرفة استدلالية يحتاج أن يستدل عليها. فكانت بعض الناس تعترض، لا لا لا، ده احنا لازم نستدل على وجود الله، مش حاجة اسمها أنه معرفة ضرورية. هنا المدخل ده مدخل جيد، يقول لك لا، لو الإنسان عرف ربنا وعرف أوصافه، عرف أوصافه هيعرف تلقائي أنه محتاج لربنا. مفيش حد مش محتاج لربنا، هو محتاج لربنا. الضعيف الذي يشعر بضعفه يحتاج إلى القوي، الفقير الذي يعرف فقره يحتاج إلى الغني، ولا سيما إيه بقى؟ إنه فقير يحب الغنى، إنه ضعيف يحب القوة. فالإنسان بطبيعته في ضعف، وغرز فيه حب الكمال، فمحتاج لربنا. عارف لو ضعيف وما بيفكرش في الكمال وملوش طموح كان ممكن ما يحتاجش ربنا، كان هيحتاج، لكن اقصد مش هيجدها معرفه ضروريه تدفعه دفعا، محتاج في حاجه ناقصاه. يعني هو قاعد في حاجه ناقصاه، يقعد يدور ايه اللي يخلي المشركين يجيبوا شويه طين ويحطوا عليهم شويه ميه ويعمل صنم. ايه اللي خلى كتير من المؤرخين اللي بيتكلموا فلسفه الدين ان وجدوا، مش عارف يقول لك المؤرخ مش عارف مين اللي وجد قرى بدون مصانع وقرى بدون مش عارف ايه، لكن عمرهم ما وجدوا قرى الا فيها معابد. ليه؟ تحليلات بقى فارغه، يقول لك اصل عمل عشان كان خايف من الطبيعه. طب الوقت الانسان معتقد ان هو مش خايف من الطبيعه ولا حاجه، وظن قالوا انهم قادرون عليه، ولسه بيدور على حاجه يعبدها. ده احتياج. طرح ده على انه احتياج هيوفر كتير من الشبهات والنقاشات، وليه وليه ربنا يؤمر وليه ربنا يقول، ده احتياجك. انت ما قلتش ليه ناكل، ما قلتش ليه نشرب. فالخلاصة ان هو تكلم في الاخر في مقدمة الكتاب ابو الحسن الندوي عن ان بما انه ضعيف ويحتاج إلى الخضوع بطبيعته، فأتكلم عن سر خضوعه لله سبحانه وتعالى والصلة العادلة المعقولة. إيه بقى الصلة بعد
يعني شفتوا المقدمة بقول لك ايه، انا عايز اكلمكم عن الصلة بين العبد والرب. قبل ما اكلمك عن الصلة اكلمك عن ربنا واكلمك عن الانسان. فهمت اوصاف الرب واوصاف الانسان؟ طيب الانسان ده بقى محتاج لخضوع، محتاج لهذه الصلة. اتكلم بقى ان الصلة دي يعني لا تتحقق قمة التحقق الا في الصلاة، وشرح ده، وارجو ان انتوا ترجعوا لي الكتاب، كتاب جيد جدا، وفصل الصلاة وفصل الحج حقيقة. يعني الناس اللي بتكسل تقرأ الكتاب على بعضه ممكن تقرأ الايه اللي بيجي في الامتحان، يعني الصلاة والحج، عارف انتوا بتحبوا. فالخلاصة ان الفارق الرهيب في طرح القرآن في الكلام عن الله وبين طرح الكتب الاخرى ده بيحل كتير من الشبهات والنقاشات. التصور المشوه اللي ادى الى أنسانية الإله، فبدأ يسأل أسئلة عن ربنا كأنه بيتكلم عن إنسان. وده عجيب جدا، واحد بيسمع أسئلة يا ابني أنت مش فاهم يعني إيه ربنا، وليه ربنا عمل معايا كذا، وليه قال لنا نعمل كذا، أنت مش فاهم. كأن ربنا حاشاه سبحانه كان محتاج، لا يحتاج إليك، أنت مش فاهم يعني إيه الله الغني. بل ده قد يكون من أهم وأكثر الأوصاف خصوصية لله، الغنى المطلق، وأخص، وده كان أشار لشيخ الإسلام تيمية، وأخص أوصاف الإنسان الفقر المطلق، الاحتياج. أخص أوصاف الإنسان الاحتياج. يا أيها الناس أنتم كلكم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. كلكم يا عبادي، الحديث القدسي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، كلكم جائع. أنت متخيل؟ كلكم عار، حتى الغني، حتى اللي معاه ملايين، ايوه جائع، الا من اطعمه الله سبحانه وتعالى. تاكل الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. يبقى اذا التصور الحقيقي عن التكاليف وعن العلاقه ده بينشا انك تعرف من هو الله ومن هو الانسان وما هي طبيعه العلاقه. اي خلل في الثلاثه دول هيعمل خلل في التصور، خلل في التصور هينتج عنه شبهات، هينتج عنه تساؤلات، اسئله بقى وليه وايه، ويقعد يتكلم عن ربنا ويخوض. وده للاسف بقى مش عايز ادخل فيها النقاشات الكتير اللي حصلت في الخوض في اسماء الله وصفاته، وسواء اللي عطلوا الاوصاف او اولوها. طب ما هو ليس كمثله شيء، الموضوع في قمه البساطه. يعني جمال الطرح القرآني انه بيقدم العقائد في ابسط طريقه، موضوع في قمه البساطه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بيثبت صفات لله سبحانه وتعالى، لكن ما فيش ليس كمثله. لذلك كان في رساله جميله جدا، هي دسمه، بل يعني يعتبر من امتن ما كتب، ولان هي بل قيل ان هي من اواخر ما كتب شيخ الاسلام في الأول المجلد 13 في الفتاوى، رسالة اسمها الفرقان بين الحق والباطل، رسالة دسمة جدا ومكتنزة، يعني حط فيها غالب الأفكار. قال القرآن نزل لفرقان بين الحق والباطل. طب إيه فرقان في إيه؟ يعني فرقان في إيه؟ قال ومن الفرقان كذا ومن الفرقان كذا، وقام قايل ومن الفرقان الذي نزل به القرآن. الفرقان يعني الفرق واضح ما بين الخالق والمخلوق. قال ده معنى محوري نزل القرآن لأجله، معنى كبير. يعني الشريعة يا جماعة كانت في الحتة دي ما بين الخالق والمخلوق، الشريعة كانت دقيقة جدا، وده اللي احنا بنقوله للي بيروح الاستغاثة بالقبور. ازاي ده الراجل اللي جري النبي صلى الله عليه وسلم حرف جر، يقول له ما شاء الله وشئت، حرف جر. لسه اقول اجعلتني لله ندا عشان حرف جر، قل ما شاء الله ثم شئت. المنطقة دي لازم يظل فيها فرقان، الفارق ما بين الخالق والمخلوق لازم. يعني احنا نقرأ آيات وأحاديث وآثار في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يعظم صلى الله عليه وسلم، وتقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض عشان تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، لابد أن تغذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك بكل وسيلة، وتسمع حديث إنما أنا عبد عشان يوزنك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عشان يوزنك. ما أنت عندك طائفة اليهود اعتدوا على أوصاف الله وقالوا يد الله مغلولة، واعتدوا على أنبيائهم واتهموهم، وقالوا عن موسى عليه السلام أنه
آدر اتهموه وبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. اتهموا موسى عليه السلام، واتهموا موسى في رواية بأنه قتل هارون، وكانوا بيتهموا الأنبياء بالزنا والفاحشة والعياذ بالله. دي طائفة. الطائفة الثانية دول أنسنة الإله واتهام الأنبياء. الطائفة الثانية لا، رفعوا تأليه بقى الإنسان. وجاء الإسلام وسطا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا التصورات الخاطئة عن الله وعن الإنسان وعن العبادة أدت إلى انحرافات كثيرة. وأكرر، التلقي الصحيح لمعاني الوحي في الكلام عن الله صدقني هيحل كتير من الشبهات. ويا ناس يعني اقتنعت وراحت تقرأ القرآن مش مستعجلة على حل شبهة، ما هو عنده كمية شبهات صغيرة، وده أنا ذكرته في سورة الرعد. اللي ساب نفسه يقرأ سورة الرعد وغيره اللي ساب نفسه يقرأ القرآن، زي قلت لكم قرأوا قصة إسلام جيفري لانج، إزاي إنه لما ساب نفسه يتلقى هذه المعاني بدأ يفهم، لأن المعاني دي بتلامس أشياء بداخله فيفهم أنا محتاج للإله، بدل ما ينحرف انحرافات أخرى. لذلك كان من أهم أسباب والعياذ بالله دخول كثير من الناس النار، لما يخشوا النار يقولوا إيه؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إيه هو الضلال المبين؟ ها سورة الشعراء، إيه هو الضلال المبين؟ إذ نسويكم برب العالمين. هي دي ده ضلال مبين، إنك أنت تعتقد إن في تسوية بين الخالق والمخلوق. إحنا بنقول إن القرآن جاء فرقانا بين الخالق والمخلوق. طيب أيضا من الخلل ده في الثلاثة، خاصة هنتكلم عن الثلاثة على بعض، خلل في تصور عن الإنسان، تصور عن الله وعن الإنسان وعن العبادة. اللي بيبقى عنده خلل في تصور ده مش فاهم لماذا خلقنا، ويبدأ يسأل أسئلة ليه يا رب ليه، ويبدأ يسيء الظن بالله. ومن أجمل حقيقة، من أجمل ما قرأت اللي تكلم على مسألة ارتباط، ركز معي، ارتباط سوء الظن بالله بعدم معرفته. احنا بنقول ان الخلل في التصورات هيعمل خلل في الافكار، يعمل شبهات، فاحنا محتاجين نصحح التصورات عن الله. فمن اجمل ما كتب في المنطقه دي كان ابن القيم وفي زاد المعاد، وما بيتكلم على غزوه احد، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أول لما ظن غلط، ظن جاهلية، بدأ يسأل أسئلة غلط، ليه وليه خرجنا وليه متنا وليه تسبنا واتضحك علينا وليه ربنا يعمل فينا كده. لما مش فاهم يعني إيه الرب، مش فاهم يعني إيه الابتلاء ويعني إيه التكاليف ويعني إيه خليفة، لما المعاني دي حصل فيها نوع من الضبابية بدأت تطلع التساؤلة دي، بدأ سوء الظن يطلع. ذلك ابن القيم، أنا نفسي أقرأ له بس يعني عشان الوقت، أبدع، أرجو أن أنتم ترجعوا تقرؤوه، فصل كده في زاد المعاد في سوء الظن. بيقول وأخبر سبحانه وتعالى، ابن القيم بيقول في زاد المعاد أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لم يهمه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وهؤلاء كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بيقول هنا إيه بقى؟ إيه هو ظن الجاهلية؟ وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار، عشان نشوف إحنا ممكن نسيء الظن بالله، وإنكار أن يتم أمر رسوله، لا خلاص كل حاجة راحت، وإنكار أن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون كما في سورة الفتح، وذكر الآيات. ثم يقول وظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق. جهل بإيه؟ يعني الجهل كان بإيه؟ فقال هو الجهل بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. يبقى الخلل في التصور عن الله تلقائيا هيؤدي لشبهات، تلقائي هيؤدي لسوء ظن. يعني كثير من التساؤلات في مشكلة الشر اللي كانت سبب لإلحاد كثير من الناس، وده كان واضح في فيلم في سبع سنين، إن هو مش ما عندوش تصور، ما عندوش تصور عن الإله وعن الإنسان وعن العبادة، هو ما عندوش تصور، هو تصوره عن الإله إنه جاي هنا يتدلع،
يعني هو تصوره ان انا جاي اتبسط، انا ما اتبسطتش يبقى ايه ده غلط. هو مين اللي قال لك ان حضرتك جاي هنا تتبسط؟ هو ليه رب عمل فينا كده؟ هو حضرتك متخيل كنت جاي تعمل ايه؟ هو حضرتك كان ايه التخيل اللي عند حضرتك وحضرتك ما لقيتوش؟ وده اللي حاول دكتور سامي عملي في كتاب مشكله الشر يعني في الاول شويه، ولكن يعني نقل النقاش في الاول اتكلم على التصور الخاطئ. هو ايه تصورك عن التكاليف اصلا وعن الابتلاء وعن الخليفه وعن الاله؟ ايه تصوراتك قبل ما تسال هذه التساؤلات؟ لماذا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ فاتكلم بقى ان من ظن انه، وراجع نفسك لما تقرا الكلام ده، عايزك تقرا الكلام ده لنفسك مش للناس. من ظن بانه لا ينصر رسوله ولا يتم امره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم باعدائه ويضرهم عليه، وانه لا ينصر دينه وكتابه، وانه يدويل الشرك على التوحيد والباطل الحق اداله مستقره يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه الى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. كل ما هيجيب هو ابن القيم عمل هنا ايه بقى؟ وده ارجعوا له كل شويه يقول ايه؟ اللي هيظن كذا بالله يبقى ظن السوء، اللي هيظن كذا عمل فصل طويل. يعني دول ثلاث ورقات بس خط طويل، انا اختصرته يعني شلت ثلاث ارباع الكلام منهم. يقول لك اللي هيظن بالله كذا يبقى اساء الظن بالله. ليه؟ لان هذا لا يليق بجلاله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. يبقى كل ظن سوء في الله، كل سؤال خاطئ، اي سؤال خاطئ عن الله سببه تصور خاطئ. اي شبهه خاطئه هو سببها تصور خاطئ. ويعني حقيقة استفاض، ومن أنكر أن يكون كل شيء بقضائه وقدره فما عرفه سبحانه، ولا عرف ربوبيته ولا عرف ملكه وعظمته. كل شيء غلط عندك في التفكير قصاده أنت أنكرت حاجة في معرفة الله. طب أعرفه إزاي صح؟ من القرآن، من الوحي. ما القرآن من أهم مقاصد الوحي أن يعرفك بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين، ده سوء الظن بإنكار الوحي، وده هنتكلم عنه المرة الجاية. ومن ظن بأنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه ويتركهم كالأنعام هملا فقد ظن السوء. إلى أن قال، ركز بقى في الحته دي، فاكثر الخلق، هو قال حته هنا متعبه شويه، بل كلهم الا من شاء الله. ركز معايا وبعدين، فاكثر الخلق بل كلهم الا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فان غالب بني ادم، اغلبنا، اسمع الكلام ده وراجع كده انت قلت ايه قبل كده، يعتقد أغلبنا معتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول من جوه ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك بحسرك. تقول له ما حصلش، لك لا أنت كذاب حصل. ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ما حصلش لا حصل، ولا يتجاسر على التصريح به. الخلاصة، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت، دور مع أي حد، ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى، ويقول في داخله وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، لكن فمستقل ومستكثر. فتش عن نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نجيع. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموطن، ويقدم نصايح. فالخلاصة إن عجبني إن مع كل ظن سوء ابن القيم كان بيجيبه، جاب كتير ودخل بقى طبعا في الرد على مسألة الأسماء والصفات، وكان كل ظن سوء بيجيبه يقول ايه؟ وهذا بسبب عدم معرفة كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يبقى كتير من الشبهات، احنا اتكلمنا الدرس مش الاشكاليه اللي فات بتاع بل يريد الانسان ليفجر امامه، ان كتير من الشبهات وراها دافع شهوات، وفي جزء كبير ايضا من الشبهات سببه التصور الخاطئ عن الله، فبيبدا يسال اسئله غلط، ويبدأ
يعني ينفسن في علاقته بربنا، ويبدا يعني للاسف الواحد مش عايز يقرا لكم بعض، يقرا لكم بعض الرسائل اللي بتجيله بيتكلم عن ربنا او بتتكلم عن ربنا لما تمر ببلاء كلام يعني هو مش زي ما ابن القيم بيقول ده مش فاهم يعني ايه ربنا، ولا فاهم يعني ايه الانسان في الدنيا، ولا فاهم يعني ايه التكليف في العبوديه، فبينتج كميه تشوهات نفسيه وتساؤلات واعتراضات. ليه؟ غالب هذه الاعتراضات السبب الرئيسي، السبب الرئيسي عدم الفهم. ذلك من مداخل إبليس المشهورة إنه يخليك تعترض على ربنا، ده مدخل من. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فإن لو اللي بيقعد يلولي كتير ده، فإن لو إيه تفتح عمل الشيطان. يعني إيه عمل الشيطان؟ كان أظن كان في درس صغير في التراويح زمان ربع ساعة عن عمل الشيطان، وحاولنا نستقصي كلمة عمل الشيطان زي ما جت في سورة المائدة مع الخمر والميسر، وجت هنا في الحديث لما بتقول لو كأنك بتفتح الباب وتقول للشيطان تعال فاعمل. طب اشمعنى لو دي تفتح عمل الشيطان؟ ليه؟ ما هي لو اعتراضية، مش لو اللي ممكن تيجي انك بتحاول تستدرك امور فاتت دي ما فيش فيها مشكلة، وده الجمع بين ازاي في نصوص وردت عن نفسها قال فيها لو. لا، المقصد هنا لو الاعتراضية، لو اللي بتصنع الحسرة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لما قالوا لو دي ليجعل الله ذلك، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يبقى الحسرة دي ارتبطت باللولوة دي، لأنك تقعد تعترض. الشيطان عايزك تعترض على القدر وعلى الشرع. هو الشيطان أول مدخل دخله لسيدنا آدم قال له إيه؟ قال له بص، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. بيقول له أوامر ربنا ضد مصلحتك، أنا لو مكانك أعترض. أوامر، وهو اعترض، ربنا له سجد وهو اعترض، فعايز الناس تعترض زيه. ده أهم مدخل شيطاني. لا يزال الشيطان بالإنسان حتى يعترض على الله سبحانه وتعالى، سواء في الأمور الشرعية وده بقى مع العلمانيين أو مع بره الدين، أو على الأمور القدرية. طب أنت ما بتعترضش على الشرع، خليك تعترض على القدر، يجي لك من لو. ومن الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر بتنشأ الشبهات. لك ليه التساؤلات دي؟ لأنه عدم فهم حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى. فإبليس راح لسيدنا آدم قال له ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال له الأمر ده بتاع لا تأكل من الشجرة ده ضد مصلحتك. وقاسمهما، وحلف حتى صدقه آدم وأكل من الشجرة ففوجئ أن الأمر كان في مصلحته. كتير من الأوامر احنا بنقول ليه ربنا، ليه التشريعات المرأة كده، وليه تشريعات الرجل كده، وليه في كذا. فتيجي مجتمعات ترفض التشريع فيحدث بادئ ذي بدء انطلاق في الشهوات ومتعة ولذة عاجلة، فالناس تغتر تقول لك ايه ده، شفت لما سابوا الدين حصل ايه. لما يعيشوا بقى فترة طويلة يظهر آثار ترك ده، ويبقى مجتمع مشوه، مجتمع مسخ في قمة يعني المسخ والعياذ بالله الفطرة. وده واضح في كتير من المجتمعات الغربية. فالشيطان غرضه لو تفتح عمل الشيطان ليه؟ يعني الشيطان عايزك، من أهم مداخل الشيطان الاعتراض على الشرع أو القدر. فعدم فهم صفات الله سبحانه وتعالى وعدم فهم صفات الإنسان. أنا يعني للأسف وجدت أن الوقت بيجري، كان نفسي أكلمكم عن آية إني جاعل في الأرض خليفة، لأن ده معنى محوري جدا في تصور العلاقة. إن كان في درس ومش مصور للأسف موجود على الساوند كلاود ممكن تسمعوه بعنوان خليفة، درس طويل شوية، أو درس تاني اسمه من نحن وما وظيفتنا، سواء ده أو ده تركيز على الآية دي. أو اللي عايز يقرأ الدكتور فريد الأنصاري كتاب مجالس القرآن لما اتكلم في سورة البقرة الجزء الثالث شرح الآية دي أبدع فيه. يعني إما تسمع درس خليفة على الساوند كلاود، أو عايز تقرأ شرح آية إني جاعل في الأرض خليفة مجالس القرآن لدكتور فريد الأنصاري الجزء الثالث هو اللي في سورة البقرة، اقرأ هذه الآيات. دخول القرآن باستحضار المعنى ده طوال القرآن هتفهم وظيفتك.
خليك ما تكثرش من الاعتراضات الموجودة. يبقى إذن أحبتي في الله، قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل عشان يفهمنا مش عشان نشقى. للأسف نوم إحنا نعمل إيه؟ نوم إحنا ننحي القرآن ونبدأ نحاول نفكر في إجابات عن تساؤلات لن نجد لها إجابات حقيقية إلا في الوحي. كان وانس أيمن عبد الرحيم في مسألة إن القرآن في تجلي لرحمات الله سبحانه وتعالى، إنه بيوفر على الإنسان كتير من الطاقة المهدرة اللي ضيعها الفلاسفة وموصلوش لحاجة. فإزاي إن القرآن بتتجلى في رحمة الله سبحانه وتعالى إنه وفر عليك الإجابات، أنت ليه رايح تجيبها من بره؟ يعني التصور عن الإله، والله أنا لولا ما بحبش الكلام الفلسفي وتضيع الأوقات في الكلام الفارغ، لو قرأت لكم تصورات الناس أو كتاب اسمه الله في الفلسفة الغربية تقريبا، طب ضخم كده، والله انت تتعجب هي الناس دي ازاي بتشايف ربنا كده. طب هو لما يشوف ربنا كده، طب هو هيعبده ازاي؟ هو فين العبادة؟ هو مجرد تصور سد خانة، زي بيقولوا عند ديكارت كده، انه اثبت ربنا برجماتيا، هو محتاج بس حاجة عشان الحياة تمشي، فمحتاجين نحط كلمة ربنا وخلاص. لكن هو مش احتياج حقيقي، مش عبادة حقيقية. وزي ما قلت لكم من الكتب اللطيفة، كتاب يعتبر كتاب إيماني بعيدا عن كتب دكتور سامي عامري في الردود عن الشبهات، كتاب لماذا يطلب الله من البشر عبادته. الكتاب كله نقولات إيمانية جيدة. من الكتب اللي حاولت، وده في جهود كتير، كيف قدم القرآن تصورا عن التوحيد أو عن الإله. يعني دي جهود حاول كتير من الناس، زي ما قلت لكم مثلا المودودي يقدم رأي، فالندوي يستدرك عليه يقول له لا، المفهوم اللي انت حاولت تجيبه عن التوحيد او عن الألوهية كان فيه نقص. من الناس اللي حاولت تقدم تصور عن التوحيد كتاب جميل انصحكم بقراءته اسمه جمالية الدين، الفصل اللي بيتكلم عن جمالية التوحيد، دي مقالة اللي عايز يقرأ المقالة بس موجودة لوحدها، كانت مقالة قديمة في مجلة البيان، جمالية التوحيد، انك انت تعيد التصور عن التوحيد، التصور الجمالي، فتفهم ان العبادة احتياج. يعني انا اظن ان كتير من هذه المعاني لو قدمت لكثير من اللا ادريين او الملاحدة هيعيد التفكير، مش بقول ان هو مش عصا سحرية يعني، لكن هيبدأ يعيد التفكير، يفهم ان هي بتخاطب منطقة فيها يعني نقص بداخله، فبتسد هذا النقص. فاحنا طرحنا للدين طرح ناقص، وكتير من المناظرات اللي الملحد او غيره اتهزم ما حصلوش تغير، لان هو كان يعني ده مطلوب، كان الغرض انه يتكسر مش انه يؤمن. وده لذلك كتير من المناظرات كان بينصرف عنها السلف، لان هي غالبا ما بتقديش ليه نتيجة. اللي حاول يقدم طرح قرآني عن مفهوم الإله ومفهوم الإنسان، واحنا قلنا ضبط المفهومين دول، كان سعيد النورسي في تركيا، كان مائل للتصوف، حاول وكتب كتب كتير، حاول يستخلص غالب الافكار اللي كتبها عن الـ 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 عن الاله وعن الانسان وعن الكون وعن القران، في مفهوم خامس يعني مفاهيم خمسه كده، فريد الانصاري في كتاب اسمه مفاتيح النور. فصل التوحيد جيد نوعا ما، لو انت عايز القران قدم التوحيد ازاي، برضو سعيد النورسي معترض، كان معترض على الطريقة الفلسفية، وكان أيامي طغيان مادي والانفجار المادي اللي حصل، وكان بعد الحرب العالمية ورأى رؤية إنه هو هيفتح عليه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فانصرف عن كل حاجة في الحياة وأقبل على القرآن، ورأى رؤية كان تأويلها رؤية طويلة ذكرها في الأول، كان تأويل الرؤية إنه هو هيفتح عليه فهم القرآن وهيقدم القرآن بصورة جديدة للناس، لأن الناس كان في انغماس في المادي، فاتجه، وده يعني ردود الافعال دي بيبقى فيها نوع من عدم الاتزان شويه، فكتب كتب كتير. استخلص خلاصه ما كتب فريد الانصاري عن التوحيد، اعترض سعيد النورسي وبالتالي فريد الانصاري، اعترض على الطرح الفلسفي، اعترض على الطرح الكلامي، وقال ان ده لا يبني الايمان، وان طريقه القران هي فقط اللي تبني الايمان، الطرق الاخرى تحل شبهه، عشان برضو من هتقول طب وانت بتدرسها ليه او بتذاكرها ليه او بتناقش بيها ليه، بتحل شبهه، زي ما اتكلمت في درس مميزات الخطاب القرآني، هي أشبه بالكي آخر العلاج. لذلك اللي هيخلط بين الغذاء والدواء هيصنع إنسان مشوه،
القرآن هو الغذاء. الطريقة الأخرى هي دواء لمشكلة، حلنا الدواء، حلنا الداء وتحلت المشكلة، نرجع للغذاء. الاستمرار في الطرح الدوائي بيقتل المناعة. إنك أنت تربي طفل بأدوية بس بيطلع طفل ما عندوش مناعة، عايش على الأدوية، أي حاجة ياخد قصاد دواء. ده الفارق من اللي بيتربى على الطريقة القرآنية في بناء العقائد والطريقة الكلامية في حل الشبهات. لذلك ما تنشغلش بحل كثير من الشبهات، لا تجعل قلبك كالإسفنج، أي شبهة يشربها ويدور على حلها. ادي لنفسك فرصة تتبنى. واليقين ايه؟ ما جاش النهارده. اليقين ايه؟ اليقين تراكمي يا مجدي، اليقين تراكمي. يعني ما تستعجلش، ادي لنفسك فرصة تعيش، ابني الإيمان من خلال القرآن. خلاص، دي الكتب اللي نصحنا بيها. آخر كتاب هو كتاب تخصصي شوية، لأن أنا ذكرت المسألة دي في تعريف العبادة، وإن الخلل في مفهوم العبادة أدى إلى وقوع في بعض السلوكيات الخاطئة زي الاستغاثة بالقبور. كتاب للدكتور سلطان العميري اسمه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. إيه هو مفهوم العبادة؟ الكتاب اسمه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. الكتاب استفاد كتير من كتاب المعلم اليماني رفع الاشتباه عن العبادة والإله. تجد ان كلهم عايزين قبل ما يردوا على المشكلة يقول لك تعالى بس يعني ايه إله ويعني ايه عبادة، وده مهم جدا، تحرير المعنى. لذلك لما تجيلك شبهة، ولا سيما لو شبهة عامة كده كده ما تردش يعني، بس لو يعني لو لو افترض ان حد جاله شبهة وشبهة اعتراض ليه، قبل ما تجاوب يعني ما تيجي مثلا نشوف تصرف السيدة عائشة. السيدة عائشة لما جت واحدة تقول لها احنا ليه امرنا بقضاء الصوم ولا بنأمر بقضاء الصلاة، طب ما هي كانت ممكن تجاوب، هي التقطت ان ده مدخل، لا ده هي ليها هنا طريقة مختلفة. قال أحرورية أنت، ده مش سؤال عن الحكمة، طب ما هي ليها إجابات تانية عن الحكمة، لا السؤال ده مش سؤال عن الحكمة. فمن فطنة الإنسان لما تجيله الشبهة ما هي الدوافع أو ما هي المفاهيم الخاطئة التي بنيت بصورة خاطئة تحتاج إلى تصحيح، فإذا صححت الأصول خلاص يقوم الفرع. أنك تنشغل بتقييم الفروع بعيدا عن بناء الأصول ده خطأ. فيعني نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق معرفته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حسن عبادته على الوجه الذي يرضى به عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.